انطلقت فعاليات مهرجان مار برسوم الأول في بلدة حفر بريف حمص الجنوبي الشرقي الذي تنظمه فعاليات أهلية ودينية، وتخلل الافتتاح معرضا شاملا وأمسية شعرية، كما يتضمن المهرجان أنشطة روحية وثقافية وموسيقية على مدار أسبوع. نحن بقرية الحفر قررنا نعمل هذا المهرجان، مهرجان مار برسوم الأول اللي بيضمن المعرض، بيضمن نشاطات ثقافية واجتماعية ودينية وترفيهية ورياضية وطبية أيضا لمدة 4 أيام، بالإضافة لثلاث أيام لكرمس للأطفال. والهدف من المهرجان ككل هو رفع السوية الثقافية عند العالم، هو جمع العالم مع بعضها. طبعا المنطقة غنية جدا بالآثار، الآثار القديمة الرومانية الألف الثانية قبل الميلاد، فالمهرجان بده يعيد إحياء هاي المنطقة. أول شيء نحن نهتم بعودة المغتربين اللي اغتربوا برات البلد يرجعوا أثناء فترة المهرجان، بيصير عندهم حافز ليجوا يحضروا هاي المهرجانات اللي عم بتصير ببلدهم. بنفس الوقت هي بتنعش المنطقة، بتنعش أهالي المنطقة، وبتذكرهم بإحياء تراثهم. معرض اليوم بيضم أهم شيء أنه رسومات يدوية لعالم فنانين من عنا من الحفر ومن المنطقة، بالإضافة لمعرض للكتب القيمة، ويضم الكتب القيمة والأشغال اليدوية والمأكولات وأعمال يدوية أخرى. معرض الرسم بمهرجان الحفر الأول مار برسوم بلوحات حرع الخشب تتضمن مواضيع متنوعة، طبيعة صامتة بتعبر عن طبيعتنا، عن ثقافتنا، عن عاداتنا. يهدف المهرجان إلى التعريف ببلدة حفر الغنية بتراثها وتشجيع عودة المغتربين وتعميق صلتهم بوطنهم من خلال أنشطة ثقافية تراثية متنوعة تعكس الوجه الحضاري لسوريا. الإخبارية السورية، أسامة ديوب.